حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده من صغار ستار، دائما في اولى فقراتنا نبدا وياكم مع فقره السوالف. اليوم اللي حضروا معنا البنات والاولاد، واللي دائما نستمتع بمشاركاتهم وسواليفهم واللي يعبرون فيها في اولى فقراتنا عن مواهبهم وعن سواليفهم اللي هم حابين يطلعون ويانا في صغار ستار. تعرف على فريق الاولاد او الاولاد اللي موجودين معنا، والبنات ما شاء الله منورينا. تعرف على المبدعين من الاولاد، تعرف عليك. تفضل. علي خالد بقمي. ونعم والله يا علي، اهلا وسهلا، حياك الله. تركي صالح العمري. ونعم، يا اهلا وسهلا. فراس وليد الشهري. ونعم. صالح سمير سنبل. يا سلام عليكم. يعني احنا نقول دائما اول في صغار ستار من البر في الوالدين، يعني هذا شيء مو اساسي، بس من البر في الوالدين لما احد يسالك وش اسمك وش تجاوب عليه؟ اسمك واسم ابوك، صح؟ حلو اليوم ان لما الواحد يقول اسمه واسم ابوه، اليوم لما يسمعك بابا وانت تقول اسمه، ها، يحس بالاعتزاز يعني يفتخر دائما انه ما شاء الله اليوم ولدي يعني قاعد يقول اسمي، فهذا شيء جميل، صح ولا؟ ويعتبر من بر الوالدين انه احنا لما احد يسالنا انه ايش اسمك نقول اسمنا. فاليوم هذا المثال الجميل الشباب يعطيهم العافيه طبقوه في صغار ستار. تعرف على بنات، تفضلي. حوريه احمد صالح الخليفي. ونعم. بيان عبد السلام احمد الشرابي. ونعم والله، حياكم الله اليوم معانا. انا قبل ما ابدا معاكم الحلقه سالتكم قلت لكم ايش رايكم نبدا في موضوع انتم تحددونه، ها؟ نرجع من جديد ونقول لكم، واحد قال لي والله عن نتكلم عن الرؤية، واحدة قالت عن رمضان، واحدة قالت عن المكياج، عن المواهب، انت ايش قلت؟ عن المناطق السياحية في المملكة. عن المناطق السياحية في المملكة. حلو، وانت ايش قلت لي؟ عن الرياضة؟ ايه. وانت يا عسل؟ عن نظرة 2030. وهذا يقول لي عن نظرة 2030؟ مشاريع المستقبل. مشاريع المستقبل، حلو. يعني لو قلنا اليوم ما شاء الله نخلي الموضوع مفتوح، بما ان اليوم واحد قالت عن رمضان، بس الله يعطيك العافيه رمضان توه توم. عادي ايش انت قلت لي؟ طيب الله يعطيك العافيه، تبغين تصومين من بدري انت؟ تبغين نصوم من بدري؟ ايه يعطيك العافيه. طيب اليوم راح ناخذ كل واحده وكل واحد قال يعني عن الموضوع اللي بيتكلم عنه، خلاص؟ انت قلت اليوم عن نظره 2030، ايش ممكن نتكلم عن 2030؟ راح تكون مستقبل مشرق للمملكة العربية السعودية. يا سلام. وراح يكون هناك مجال كبير للمشاريع والاصطناعات ومناطق سياحية جديدة إن شاء الله. جميل. حلو. يعني اليوم احنا في رؤية 2030 يعطيهم العافية. جميل اليوم ان احنا كمان في صغار ستار يجينا احد يتكلم عن رؤيه 2030 ويكون اهتمامه في رؤيه 2030، هذا شيء جميل منك يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. حابين تتكلمون عن 2030، عن الرؤيه الجديده؟ من يعرف شيء عن الرؤيه الجديده؟ تفضل. الرؤيه الجديده في 2030 ان شاء الله بتفتح مجالات كثيره للقطار، وبتفتح مجالات كثيره للشركات الكبيره والمشاريع. ما شاء الله. والبحر الاحمر بيتطور، والفنادق والجزر، وتطور المملكه العربيه السعوديه بشكل عام. جميل. احنا كلنا اكيد يعني نواكب الاحداث ونواكب التطور اللي قاعد يصير في المملكه، واحنا بدورنا ايش نسوي اليوم؟ انتم بدوركم يا شباب. حلو، انتم بدوركم اليوم، انتم جيال المستقبل ان شاء الله، يعني بكره تكبرون ان شاء الله كل واحد فيكم مهندس وطبيب ودكتور ومعلمه، وخلنا نقول طبيبة أو ممرضة، عشان نساعد يعني بلدنا ونخدم بلدنا، صح ولا لا؟ بكل الخدمات اللي أنتم قاعد تقدمونها. فعشرين ثلاثين لكم وللجميع، يعني نحن كلنا أقصد، ولأجيالنا القادمين إن شاء الله بإذن الله في رؤية 2030 في تطور كبير للمملكة العربية السعودية. حلو، نرجع لمحور برضو لموضوع الثاني اللي قالت عليه، اللي هي بداية موهبتك. بداية موهبتك، إيش بداية موهبتك؟ كنت وانا صغيرة أحب أفتح التلفزيون وقعد أرقص في قلدهم. حلو. بعدين في صديقات دعموني، سارة وفجور الزهراني، ودخلوني معهم في أكثر من مهرجان، وتعرفت على محمد سمير منصور ودعمني في اليوتيوب في قناته وبدأ يطلعني كثير. ما شاء الله. في اليوم أنت قلتي بداية موهبتك، موضوع جميل عن بداية الموهبة، كل واحد فيكم أكيد عنده موهبة، الرسم، التشكيل، مثل ما قالت المبدعة الاستعراض. طيب ايش موهبتك انت؟ الانشاد. بداية موهبتك، سمعينا يلا. حسيت كذا انت ما شاء الله صوتك حلو، يلا. انا واخي واخي شوق يدفعني لاراها، امي ذكرى لا انساها، طيف انقى من زبد الايام ابقى أمي. ما شاء الله. أمي أمي
يعطيك العافية. بداية موهبتك يا حبيبي يلا. أنا موهبتي أنا أحب القراءة. ما شاء الله. مشارك في تحدي القراءة العربي. ما شاء الله تبارك الله حلو. السنة هذه السنة اللي فاتت قرأت 60 كتاب. ما شاء الله تبارك الله. بدأت في التحدي من عام 1437. ما شاء الله. عندي هواية السباحة. ما شاء الله. وقراءة يعني أنا أقرأ روايات، عندي رواية. حلو. أنت خلينا نتكلم اليوم خلينا نتكلم اليوم عن القراءة، بما أنك أنت ما شاء الله قريت 60 كتاب. شوف اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا سألت يعني إحنا سألنا في البداية عن رؤية 2030. ما شاء الله تبارك الرحمن، شو اسمك قلت لي؟ علي خالد القيلاني. علي جاوب بطريقة سريعة ما شاء الله تبارك الرحمن، وكان عنده ما شاء الله وهو قاعد يتكلم بثقة لأنه عنده مخزون كبير قاعد يقراه أول. فالكتب ساعدته أكيد على أنه اليوم لما الواحد يغذي أكثر ويقرأ أكثر من الكتب قاعد يجمع معلومات كثيرة وين؟ في المخ. يا سلام. فبالتالي يعطيك إيش يا علي؟ يلا في تجربتك اليوم القراءة الكثيرة إيش استفدت منها؟ استفدت منها اللغة العربية، عندي اللغة العربية الفصحى تطورت. جميل. تقريبا يعني كلامي صار ربع أو نص لغة عربية فصحى. ما شاء الله. الثقة بالنفس. يا سلام. زادت المواضيع اللي أقدر أتكلم عنها. يا سلام. حاجات كثيرة. حلو. يعني اليوم نقول علي مثال جميل أنه يتعلم ويقرأ دائما. يعني إحنا اليوم خلنا نتكلم بما أنه صار في تطورات عندنا كثيرة، صار الجوال واليوتيوب والسوشيال ميديا اللي يطلعون دائما السوشيال ميديا يسوون مثلا أشياء ومشاهير وكذا، ليش إحنا اليوم ما نصير مثلا مثل علي؟ علي ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم قال أنا مهتم في القراءة وقرأت 60 كتاب وعندي رواية مثلا، صح؟ اليوم إحنا لما نسوي مثل علي أو مثل البطل يعطي العافية اسمك فراس، والبطل الثاني تركي، والعسل ما شاء الله المنشدة والجميل اللي عنده استعراض، اليوم لما نهتم في أشياء إيجابية وطاقة إيجابية إحنا نصير منتجين، صح؟ ونستثمر وقتنا. وإحنا اليوم يعني علي استفاد من القراءة وصار عنده ما شاء الله ثقة بالنفس وقاعد يتحدث ويتكلم في أي موضوع، لو أسأل عن أي سؤال ممكن يجاوب ما شاء الله. ليش؟ لأنه عنده مخزون كبير من القراءة. وأنت يا عسل؟ الإنشاد. الإنشاد. سمعنا يلا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب أرفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، أقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يعطيك يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. صلوا على الحبيب، قولوا اللهم صل وسلم عليه. يعني اليوم بما أنه قال برضو العمري يعطيه العافية مثال جميل أو أنشودة جميلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا اليوم نقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر قدوة لنا، صح ولا لا؟ يعني دائما حطوا في بالكم لا تقتدون لا في مذيع ولا منشد ولا ممثل ولا غيره، اقتدوا دائما بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني خير من يقتدي فيه إحنا، صح ولا لا؟ هذا مثال جميل يعطيكم العافية. اليوم جميلة السواليف، اليوم طاقة إيجابية في السواليف، فقرة السواليف ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضل موهبتك وبداية موهبتك. السباحة. السباحة. يا سلام. بداية موهبتي كنت أسبح، كنت ما أمشي، كنت أسبح بعض الأحيان في حق الأطفال لأني ما كنت أعرف، وأسبح في ظهر أبوي. ما شاء الله. بعدين بدأت أتعلم وبدأت يعلمني وبدأ يدخلني نوادي. ما شاء الله. والحمد لله عرفت وصرت موهوبة، أحب أغطس وإن شاء الله راح أنمي موهبتي إن شاء الله. ممتاز. قلت تعلمت على يد مين؟ الوالد، صح؟ إيه. يعني اليوم إحنا برضو كمان نبي نعطي رسالة للوالد، الوالد العظيم اللي دائما ما شاء الله يعني يتعب ويسهر ويروح للدوام ويحافظ عليك، ممكن ينبي لك جميع طلباتك، صح؟ نعم. عشان مين؟ عشان أهله. عشان مين؟
عيالي. يا سلام. واللي ما عنده يعني واللي ما عنده ابوه برضه كمان نقول انه يبدا يدعي للوالد، صح ولا لا؟ صح. عسى الله يطول يعني يرحمه ان شاء الله. واللي عنده والده يقول عسى الله ربي يطول في عمر الوالد ودائما تبرون فيهم ان شاء الله. وانت يا عسل؟ موهبتي الرسم. الرسم، الله، جميل الرسم. الرسم بعض الاحيان يقول لما الواحد يكون عنده موهبه الرسم يكون يعني يفرغ دائما طاقته لما يكون يحب شيء او يحب دائما اشياء كثير عنده، ممكن يفرغها بالرسم. ايه مشاعره، صح، حلو. يفرغها وين؟ بالرسم. يجيب سبوره ويقعد يرسم، صح؟ صح. ايش رسمت انت؟ وايش تحب ترسم؟ احيانا بعض الايام لما اكون طفشان مثلا اجيب لي ورقه والوان وارسم، افتح صوره وارسمها. ما شاء الله، بورتريه شخصيه. ها، يا سلام عليك، يعطيك العافيه. خلونا نشوف احنا وياكم فقره اخبار صغار ستار، نرجع نكمل وياكم فقراتنا، خليكم معانا.